السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أربح من الإنترنت. النهاردة هعمل بس فيديو خاص بالعملة فود أو فيديكس. العملة كنا عاملينها إيردروب، دخل تقريبا علقت على 4 شهور أو أكتر، تقريبا 6 شهور كمان. أخيرا خلاص تم فتح السحب، وطريقة فتح السحب كالتالي. مبدئيا هتلاقيني سيب لك الصفحة دي، هتحمل منها البرنامج الخاص بيه، هتنزل لتحت كده في الصفحة لغاية تيجي هو هتلاقي معاك اختيارين، يا اما تحمل البرنامج على الاندرويد من هنا، يا اما على الايفون. تمام، بعد ما تحمل البرنامج استاذنك هبقى سايب لك كود، الكود ده هتسجل بيه في البرنامج. تمام، بعد ما هتسجل وتفعل بالايميل وهكذا، بس يكون نفس الايميل، هتسجل بالايميل نفس الايميل انت كنت مسجل فيه الدروب قبل كده. تمام، هتيجي هتلاقي هيظهر معاك، عاوزين بس نجيب الصور، هتلاقي في اسفل البرنامج احنا عاوزين كده نشوف صورة ثانية، اشوف لكم صورة. تمام، هتلاقي الموبايل هيفتح معاك بالشكل ده، كنت انت خلصت طبعا تفعيل فعلت الايميل بتاعك وهكذا، يكون نفس الايميل زي ما قلنا. شايفين الثلاث نقاط كلمة مور، هتدوس على كلمة مور. اول ما هتدوس على كلمة مور هتلاقي ظهر معاك الشكل اللي هو عامل زي العجلة اللي احنا واقفين عليه ده، او هنا اوضح معانا هيبقى ظاهر معاك الشكل ده تحت كده. هتيجي انت هتفضل تمشي، هتدوس على الاختيار ده، شايف انت العلامة اللي لونها اصفر اللي هي كلمة فيديكس، هتدوس عليها هكذا. أول ما هتدوس على كلمة فيديكس المفروض هيظهر معاك في الخانة دي أو في المكان ده هنا كده كلمة كلايم، هتدوس على كلمة كلايم. هيطلب منك أول حاجة الإيميل بتاعك اللي أنت كنت مسجل بيه، أو قبل الإيميل كمان هيطلب منك أول حاجة رقم محفظة من منصة باتريكس. تمام، فأنت هتلاقيني سيب لك برضو لينك المنصة دي هتسجل فيها، وبعد كده تخش هنا على كلمة والت وهتختار، نخش كده مع بعض نعمل خطوات مع بعض. اهو دخلنا على والت، هنيجي على عاوزين نعمل دوبازيت، هنيجي هنا ونكتب هنا اسم العملة، اكتب هنا مثلا فيديكس في دي اكس. تمام، ظهرت معانا العملة اهي، هنيجي ندوس هنا على علامة السهم الاخضر عشان ايه، لكن هنعمل دوبازيت، ظهرت معانا هنا العملة هنسخه. هترجع تاني للايردروب، هترجع تاني للموبايل، هتحط رقم محفظه دي اول خانه. تمام، بعد كده المفروض ان هو هيقول لك هيطلب منك الايميل اللي انت سجلت بيه. تمام، هتحط له الايميل. تالت حاجه في رساله المفروض جت النهارده للناس او هتيجي بكره بالكتير، يعني بالنسبه للناس اللي ما وصلتهمش الرساله مش هيقدر ايه يسحب العمله بتاعته. ده بالنسبه للناس، كل ده بتكلم على الناس اللي كانت مسجله في الايردروب الاول. هرجع كده الايميل بتاعي ثانيه واحده. تمام، هو في هنا دي الرساله، نص الرساله اللي جت هيقول لك، بيقول لك ايه حمل البرنامج، ويقول لك خش على كلمه فيديكس اكس اللي هي العلامه الصفر اللي احنا قلنا عليها، والمفروض في رقم 4، خانه رقم 4 مديني كود، بس الكود ده خاص بي انا، كل شخص ليه كود خاص بيه. الكود هتحطه في ثالث خانه في الموبايل. يبقى اول حاجه هعيد الكلام تاني من الاول، اول حاجه هنخش هنا على الموبايل هنحمل البرنامج. بعد ما تحمل البرنامج سواء من اندرويد او الايفون هتختار العلامة الصفراء اللي هي دي كلمة فيديكس. تمام، بعد ما هتختارها هتلاقي كلمة كلايم ظاهرة هنا اهو، هتدوس على كلمة كلايم. تمام، هيطلب منك اول حاجة عنوان محفظة عملة فيديكس من منصة باتريكس، بعد كده هيطلب منك الايميل اللي انت سجلت بيه في الايردروب، تالت حاجة هيطلب منك الكود اللي جالك على الايميل، في كود لسحب العملة جالك على الايميل، هتحط الكود هيقول لك خلال ايام العمله توصلك على المنصه وتقدر تبيعها على طول، او مجرد ما توصلك النهايه تتباع كده كده على المنصه. ده كان النهارده، بس ايه حبيت اعمل ازياء الخبر او افرح الناس معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.